الرباط ترد على اتهامات فرنسية جديدة. الرباط ترد على اتهامات فرنسية جديدة وفي التفاصيل. ردت الحكومة المغربية على اتهامات الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص ملف المهاجرين، إذ أكدت على لسان ناطق رسمي مصطفى بايتاسا أن المملكة المغربية تتفاعل بكل جدية مع طلبات ترحيل المغاربة القصر، وكان دائما مستعدا للتعاون في هذا المجال، مضيفا أن الموضوع كان بتوجيه ملكي قبل سنة ونصف. المسؤول الحكومي شدد خلال ندوة صحفية أمس الخميس أن وزارة الداخلية والخارجية قامت بمجهود كبير في هذا الصدد بتعاون مع السلطات، مشيرا إلى أنه لا يجب النظر إلى طرف دون آخر، حيث أوضح أن الإشكال يمكن في صعوبات قانونية وإدارية، بالإضافة لجمعية تقوم برفع قضايا أمام المحاكم المختصة وتعيق مسار العودة. تصريح الحكومة المغربية يأتي بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود أزمة مع المغرب بسبب المهاجرين السريين المتواجدين على الأراضي الفرنسية، قائلا إن فرنسا قامت بتجديد اللهجة مع البلدان المغاربية التي ترفض استقبال مواطنيها المتواجدين على أراضيها بطريقة غير قانونية. وتعيش العلاقات الفرنسية تحت وقع التوتر بشكل صامت بعد قرار باريس تجديد القيود على منح المواطنين المغاربة التأشيرات، وتعزز بعدم تبادل البلدين زيارات دبلوماسية منذ تلك الفترة، إضافة إلى التقارب الفرنسي الجزائري الذي يرى فيه مراقبون أنه يأتي على حساب المصالح العليا للمغرب. نشكركم على حسن المتابعة.